مساء الفل والهنا النهارده الحقيقه وانا بفكر هقول لكم ايه وهقدم الضيف بتاعي ازاي احترت واحتست ولقيت ان انا دايما ببقى محتاره في الضيف بتاعي ده اعرفه من سنين طويله جدا ولما بقابله ما بشوفوش بتامله يعني ببقاش بص عليه كده ببقى قاعده اتامل تفاصيله طول الوقت تفاصيل الشخصية تفاصيل التركيبة الدماغ دي عاملة ازاي احيانا ببقى مش في احتياج ان انا اقدم لكم نجم معروف لانه نجم معروف لا ساعات ببقى عايزة وقصدة جدا اقدم لكم بني ادم عامل فرق وحالة حالة محتاج شباب كتير قوي يشوفها اتعملت ازاي الحالة دي اتكونت ازاي ويمكن تكون لمبه نور ليه في طريقه. طيب ضفنا اه تركيبه ممزوجه اه من حاجات كتيره قوي هو واحد عنده قرار واحد عنده رؤيه واحد عنيد واحد محلق قوي بره سما الواقع اللي حواليه قوي الضيق وبيحاول يخلق افق تاني مقاتل جدا دؤوب شكاك متوتر علشان دايما عايز الحاجه تبقى مظبوطه جدا نشاته في عيله مختلفه الناس اللي ربوه كلهم واحد واحد مختلف هو ازاي اصر ومصمم ومكمل وحاطط نهايه للتانل او للنفق ولا عمال ينور لمط فيه والنفق بينور لوحده بيطول لوحده مش عارفه عشان كده كنت حيرانه اقول عليه ايه غير انه الفنانون خالد الصاوي الله ولا احلى من هذا تقديم يا حبيبي ربنا يخليك يا يديني ايراد حظ ولا فدان شطار بس هو للامانه بقى أخد فدى دين موهبه وربع ايراد حظ كمل ايراده بالحب بالمجهود بالموهبه اللي بجد الصاوي مش مجرد ممثل بيدور على شهره او افيش او دور حتى في فيلم او في الحياه هو زي ما قال يوسف بيك وهبي مبعوث العنايه الالهيه لانقاذ فن التمثيل وحشتني قوي انا عارفه ان انا م... يعني النهارده يعني. متقله عليك لانك نازل بحراره غو حاله وتعبان بس, بس في نخبه كل العيانين اللي في مصر <تصفيق> النهارده <تصفيق> كل الناس عيانه اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل بص بقى يا سيدي لما الواحد قرا المقال اللي كان كاتبه الاستاذ صلاح منتصر الكاتب العظيم في حقك وقال سماك الفنانون خالد الصاوي كان عنده حق لانه شاف فيك يمكن جزء من اللي انا شايفاه وطبعا رؤيته اوسع واشمل يعني بس انا عايز ارجع لحاجه بقى تعال ناخدها حته حته خالد جمال الصاوي ابن المحامي القدير الله يرحمه استاذ جمال <applause> الصاوي من عائله كبيره جدا عائله عريقه والأصل فيها بشواتي وبتاع وحاجات كده من دو من ده على آه فيها زي ما انا عارفه انه فيها جمال الصاوي فيها ماما فيها جدتك لبابا اللي هي كانت حكايه أوه. رهيبه جدا وجدتك لماما أوه. وكمان كان عندك دادا كل دول كانوا بيحكولك حواديت حواديت كتير قوي والله أيه اه ام عبدو وهي يعني زي جده ثالثه يعني هي كانت عايشه معانا وكانت اه اه معاملتها لينا ومعاملتنا ليها هي كانها بالظبط ام امي او فانا كان عندي ثلاث مصادر اربعه الحقيقه يعني غير غير امي أنها كانت بتحكي لنا دايما حكايات مم انما ثلاث حكا... ثلاث مصادر للحواديت من ثلاث جهات مختلفه يعني جدتي ام ابويا من المنيا وام امي الضاهر و... و... وام عبده محرم بيه اسكندريه مم مم فدول الحواديت يعني اللي هي وانا كان ده يعني كنت شقي جدا الحاجه الوحيده اللي ممكن تهديني يا اما تديني حاجه الوان اقعد ارسم او بتاع او نحكي نحكي حواديت فده كان يعني الشيء الوحيد اللي ممكن اتثبت قوي يعني أصلاً. واسمع حدوته واطلب حواديت معانا كده لنا بتهدي تاني <applause> يعني. بس كان المزيج ده عمل لي طبعا خيال غير عادي مم. من من مصادر مختلفه يعني كمان حواديت ن... ن... انواعها مختلفه مم. مم. جدا يعني. انا اقدر اتخيل حواديت جدتك لبابا لان انا قعدت مع الست الجميله العظيمه دي برحبه. واستمتعت بحكيها دي بقى شخصيه هنبقى نحكي عنها لوحدها حكايه كبيره جدا يعني إيه فحكايات لها شكل تراثي صعيدي إيه اه كده الظاهر فيه في شويه سياكه وفرنجه خالص. وشيك ومش عارفه ايه ومحرم بيه اكيد تراث شعبي كل كله كان في, في الجزء الشعبي وعشان كده انا بحب كمان التاريخ لان آه. بقيت, بقيت دايما بيقول كان زمان دي انا احس متنوم مغناطيس يعني آه. كان زمان ايه ما كان زمان ده آه. له سحر كده له قوه يعني شقي جدا مجنن مامته فعلا كان هو ولد وبنت بس فطبعا البنوته الكتكوته الاموره اللي وهي كمان وجميله كده وخالد هو الفرس الجامح لكن الترجم ده في شكل خيال بيتحقق بقى يعني كل الاطفال ممكن تسمع حواديت وممكن تنسج حاجات لكن ما تاخدش خطوه ناحيه الواقع انت ابتديت تشخبط وابتديت تكتب وابتديت تتقفش في الكلاس وما مدرس الفرنساوي بتاعتك هتعملها لك مصيبه <applause> ايه اللي حصل سنه رابعه وانا كنت باقي بقل... برسم كويس بس كنت برسم كتير مم. وبعدين اكتشفت ان انا برسم قصص مم. يعني اللي, بر... اللي بحاول ارسمه يعني خالد في الغابه خالد في الجبل ومعايا بتا... ف... ف لما بدات وقتها ال... كنت في ثالثه مثلا او بتاع مم. بدات تطلع يعني بدانا نتابع المجلات اللي هي المصوره ميكي وسمير وتنتان فابتديت الاقي هو ده يعني تقريبا م. اللي انا عايزه ان هو بيحكي حكايه وفي الصور فابتديت اتملي قوي بالموضوع ده م. وكنت انا وواحد جاري وصاحبي يوسف بباوي الله يمسيه بقى بالخير هو سبقنا فكنا اشقياء جدا احنا الاثنين بالظبط زي بعض فبندور بقى على السينمات اللي هي يعني شوف بس السينما ال 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 كل ما هو ممنوع نحاول نعمله آه. فدي السينما للكبار فقط فننط من فوق ال ال الجراج <تصفيق> <تصفيق> اللي على سطوح السينما وننزل مم. اه لا يعني شقاوه غير طبيعيه يعني ننزل آه. مثلا 10 ادوار من على البلكونات بننط من الثامن للثامن حاجات غير عاديه اه والله ده يعني امي شافتنا في مره وانا بعدي من الثامن للثامن وهي في الرابع أوه. وانا بقول لها ايوه فهي يا عيني عرفت انها تسكت كده تعالى تعالى أنا شويش بقى يعني طبعا فدي ده مثال بس للشقاوه فالمهم ان هي من ضمن الحاجات دي كانت من 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 هواياتنا يعني مم. ان هو ايه اللي ممنوع بقى في السينمات وبالذات السينمات اللي هي الدرجه الثالثه وبتاع اللي هي ده. ينفع اننا ننط من ورا ما آه. ما تتقفشوش يعني ننط هنتقفش هنتقفش لو دخلنا من البيبان آه. بس دي بيبقى ليها بيبان من ورا سطوح باب ومكسور حاجات كده مم. فطبعا وبعدين يجروا يمسكونا طبعا النط تاني مم. فبس بس فكره انه في حاجه ممنوعه مم. وكبار فقط وبتاع المهمه دي قعدت خزنت معايا شويه حاجات مم. وبعدين كان في فيلم ل, ل... ل... مينالي اللي هو مم. كباريه كباريه طبعا فكان في اعلان فظيع كبير مم. جدا موجود مم. عن كباريه مم. فاسال ايه كباريه فتلاقي مكان مش كويس وخلاص <applause> ايه يا جماعه كباري. يعني كل الحاجات اللي هي اللي بتتكتب لا يعني كبا... مكان وخلاص فمكان فده خيال يعني في حاجات بقى اسطوريه في وفي فيلم كان أنا يعني بقول لك على الاحداث اللي متربطة مع بعض وفيلم كان وقتها فاكر كويس اسمه ترجمه الصديقان فالصديقان ده ولد أه. وبنت المفروض ان هما كانوا يعني آه في سن المراهقه أه. وايه ومشوا في سكه مش بتاعت سن المراهقه أه. فنطينا يا يلا يوسف ايه نشوف الصديقان فجري ورانا في السينما قبل ايه المشهد ما يبقى يعني الهوليود سين يعني <applause> Together, we were made for one another, In a time it takes. المدرسة وفي بنت أنا يعني متيم بيها آه يعني من لفترة فدي خيالي وداني إن دي لما تكبر هتبقى شبه المدرسة اه فأنا يعني يعني حسيت الإيه اه الرابط ده أو يعني أو عاجبني يمكن الاتنين <applause> فعامل إيه اللينك ده وأنا ماليش في ما بحبش كتير يعني الدراسة أصلاً علاقتي مع المدرسة اتقطعت من أول يوم في الحضانة لأنه من أول يوم بيجروا ورانا و... و... وبيزعقوا. فقلت لا مش هنتفاهم مع بعض خالص يعني وخش هنا مع ان انا كنت رايح يعني مستني امتى المدرسة؟ امتى المدرسة؟ وفاكر كويس قوي حتى أمي في, في يوم الحضانة الأولاني ده بتسلم على المدرسة فاكر كويس قوي طبعا المشهد ده لأن اتنين حوامل أمي حامل في أختي والتانية حامل وبتسلم عليها وبتقول لها إيه وأنا ببص على الاثنين كده وبتاع وهي طيب مش حت باي باي لا خلاص يعني يعني حتى مش مثلاً هعيط علشان هي فيش كلام ده باي 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 وبدأنا نجري ومن من الألعاب اللطيفة إن إحنا نجري نضرب بعض يعني إحنا عيال يعني إحنا نعمل إيه مثلاً هنتناقش فجرينا وبلاي جراوند كبير جدا وعيال كتير لذيذ بقى تجري وتضرب وتطير وتمسكه بس انا بالنسبه لي ده مش عنف فمحدش فهمني فلقيت ناس بتعيط بقى وبتاع حدش فهمني غير واحد اسمه هشام آه يعني لو هو ايه ضربته وجريت فجي ضربني واحنا الاثنين بنضحك فلقيت واحد يعني ايه خايف مرح فاحنا بنضرب بعض وبنضحك ومبسوطين مبسوطين وجم هم نكدوا علينا وجاري بقى ورانا وبتاع قلت اه لا احنا كده الناس دي وبعد كده طابور وبعد كده سكوت واخش على الفصل على من النور قوي ده على الضلمه على ما بيوزعوا الصلصال وما خدتش الصلصال بتاعي فخدت من الناس قلت اه الموقع ده مش هنعمر مع بعض فقعدت ورا لغايه ما خرجت بصراحه عامه ورا جنب الشباك اسمع اللي هيعجبني وما يعجبنيش بلاش ففع ما وصلت سنه رابعه كان اوريدي <أه> اللي مش عاجبني كتير <أه> <أه> يعني كان اوريدي اللي مش عاجبني كتير والطوابير بقى والوقفه والبطء كان يعني ما استظرفتش <أه> <شلوق. حميمة> خالص <أه> خالص ف في وسط بقى في سنه رابعه ده ايه اللي ممكن انا اعمله <أه> لو اعرف ارسم او اول مره بقى ما اقعدش ارسم واشخبط طلبت معايا بقى ان انا ايه اكتب أوه. ان انا يعني فبدات اكتب القصه اللي فيها كبري وفيها الصديقان وفيها البنت بس عشان تكمل بقى معايا وتبقى سخنه ففي العصابه اللي بتخليها ترقص بالعافيه وانا حاجة انقذها خدها على الحصان لا خليه موتوسيكل في وسط ما انا محتار حصان ولا موتوسيكل واقرب من اني باب اتقفشت بانه بتعمل ايه؟ فقلت لها بحل واجب الانجليزي. بحل واجب الانجليزي في حصه فرنساوي وريني. فقريت البتاع فلقيت الحاجات اللي كاتب هي... بالعربي ولا كاتب بالانجليزي؟ بالعربي طبعا. آه. فلقيت اللي هو الكلمات اللي هي شافت انها يعني اولا انت مخالف يعني ثانيا النظره بقى هي اللي شافت اللي بين السطور بقى مم. فرفدتني اسبوع. مم. فطبعا كان وضع قاسي جدا لما رجعت كنت المرفود. مم. البطه السوده بقى ولا البجعه السوده ولا اللي هو ما بيتكلمش معايا عشان ده وحش <applause> اللي فكان بعد كده ابتدى بقى الحلم مين اعنف بقى بابا ولا ماما في الاستقبال؟ لا لا, لا 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 بالعكس امي راحت للنظره ولان امي كانت كانت بتدرس في للاطفال <applause> قبلها فقالت لها يعني هجيب تفتكري مثلا ايه ايه كاتب كباريه وتلاقي هتلاقيه هنجيب ده مثلا من بيتنا مم. اذا كان حضرتك لو مشيت شارعينها في كباريه هنا مم. اللي هو الفيلم وفي بتاع هل ده يا بالعكس امي يعني هما الاثنين وروني كويس قوي ابويا وامي ان احنا مش موافقين على انك انت تبقى مخالف في حته انك انت بتعمل حاجه في الفصل غير المطلوبه لكن مفيش كلام خالص على الموضوع اللي اللي حاصل أو لا خالص مم. يعني ما كلمونيش على انه انت ايه كبارية وايه بتاع لان شافوها موضوع تافه جدا يعني انك مم. انت يعني مش كاتب مش مش يعني مش مش متعمق في القذاره يعني مم. مش مش رايح ان انا اكتب حاجات تخليهم أيوة أيوة. او حاجات مثلا شديده الشذوذ او العنف او أو الق... أو الق... يعني ما فيش حاجة تخليهم يقولوا لازم نعرضه بقى آه. على دكتور ولا آه. عادي عادية يعني آه. شفناها إحنا إنها عادية فالاستقبال ال ال الإستقبال اللي مش لطيف ده مع آه... واقعة كانت مش يعني برضو فاكرة كويس مدرس العربي والدين مم. ليه 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 يعني ليه يضربني قدام الفصل مم. بشكل آه... والفصل إيه كان فيه كده زي آه... يعني ستيب عاليه مم. اللي هي بتاعت المدرس آه. فانت على المسرح يعني انت مم. طالع فوق ومفيش كمان فتضرب على المسرح مم. وانا كل شيء يعني ينفع ابدا ان انا اتضرب الضرب ده كله المهين ده ف... عشان عامل ايه برضو حاجه كده حاجات كلها بتدور حوالين مم. انه آآ آآ يعني اقول لحد مثلا حاجه فقولها بصوت عالي أوه. طب انا بقول لك كلمه المفروض انها ممنوعه تقولها بصوت عالي او حكيت لك ان انا فلانه بحبها وبتاع فتروح تحكيها بقول لك نكته مش يعني مرقبه فايه المعينه دي بس تاني قال للناس وف يعني الاهانه بقت انه خلاص في وسط الفصل كله انا اتعرف ان انا مره واتنين بتاع حاجات مريبه وكمان بقى فيها ده واتضربت فانا طبعا ورق من, من من كبار الطلبه يعني أوه يعني أوه بضرب ناس كتير وما <applause> وما وما وبعرف يعني يعني مش هزار يعني وعندي تاثير على في الرحلات بقى كمان انا من الـ من بيقودوا الاوركسترا يعني ما ينفعش خالص انا كنت اتهان كده فطبعا قعدت الاول قعدت فتره طويله بحلم بالانتقام اولا منهم <applause> ثانيا كسرت بقى ازاز ازاز كتير في المدرسه وعند عند مرحله اشعال الحرائق وقفت قلت لا بقى يعني انا كده <applause> خرابي اه, كان دايما عندي برضو الضمير ماشي معايا اللي هو لو ولعت حريقه لا ما ممكن برضو تكبر وحد مش يعني حد طب اولع فيه لا كتير برضو ان انا اولع فيه طب اعمل ايه؟ في شخص بيتكلمه يخلد طول الوقت معناه مع بتكلمني طبعا طول الوقت اه ودي حاجه مهمه قوي في دلوقتي بقى بتاع خمسه مثلا آه. دلوقتي بقى يعني بقى في توسيع طمر. توسيع دائره الديمقراطيه فبقوا خمسه دلوقتي آه. <applause> طيب يعني انت كان واحد الاول بيكلمني كان انت وخالد بتكلموا بعضيك الاول خالد وخالد بعد كده بقوا ثلاثه يقول لك ايه نشعل الحريق ما نشاوي تخشوا في نقاش نعمل في نقاش دائما حوالين يجب أو لا يجب. أوه. طب نفسي فاعمل كده وبعدين اكتشفت إنه اللي بيقول يجب واحد. اه. واللي دايما نفسه في حاجة ده واحد. وأنت التاني. وده حقير جدا اللي أوه. نفسه دايما ده دا عايز يعني ده لو سبته هياكل كتير ويشرب كتير ويعمل أي غلط. اه. ويعني و... 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 دي حليب دي <applause> التاني بيزن طول الوقت لا أوه. غلط. أوه. لا ما أنت أنت قلت بقى. كلمة أنت وعدت. انت كده ده حرام ده حلال ده غلط ده وعي. حلو قوي فانا اكتشفت ان هما اتنين وانا التالت اللي هو طب انت رايك ايه؟ طب انت شايف ايه؟ طب يا عم الراجل ده بيقول حاجه لذيذه طب خليها عديها عليه لا ما هو مش كده بقى عشان ده محترم فعلا فمشيت مع الاتنين دول لما بعد كده بقيت كمان محتاج بقى الناس اللي هي طب آه، تعدد الاراء بقى ولا اتجاهات جبت بقى اتنين م... بقى كمان يعني تحس ان احنا <applause> عدد من استشارة. اه بس حدد فردي برضو عشان المجلس الاداره انا هي... بقى في الاخر اللي يعني بنفذ الخطه آه. <applause> المتفق عليها بينا كلنا <applause> 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 شفتوا صدقتوني انه حاله مف... يعني منفرده بجد وصلت لحد الجامعه بقى خلاص تخيلنا احنا نوع الصراع اللي انت فيه و... وبقيت في الجامعة وبتدرس حقوق في نقلة هنا آه. في ثانوي لانه في ثانوي كان يعني الغضب ده بقى عمال يزيد و... وطريقه ال... يعني يعني بيزيد في, في اتجاه انه ما فيش ما مؤسس... فيش حاجه يعني ال... 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 المؤسسه اللي دخلت فيها دي مؤسسه الم... التعليم نفسك. دي لا اه مؤسسه تعليم اوكي مؤسسه تعليم, مصر تعليم. مصر تعليم. هي دي يعني انا عندي دلوقتي ايه عندي البيت واساس التعليم دي والنادي اه تمام <applause> وانا النادي كان بالنسبه لي اروح العب حاجه اتمرن حاجه م. انما فكره نروح إن سوشيال دي يعني ما كانتش ما اعرفش لانه انت المؤتمر اللي جواك مكفيك يعني مش مخليك محتاج لصداقات عندي صداقات بس لو ما بنعملش حاجه ما بعرفش آه. اقعد ارغي بس اه دي ما اقدرش عليها يعني برغي بس طب ما انا برغي طول الوقت انا عايز حاجه تطلعني من ال... من الراغي فعندي صحاب وكل حاجه بس لازم اروح اعمل حاجه معاهم لو ما بنعملش يعني نروح سينما احسن بكتير نروح نادي نلعب حاجه مم. مع بعض ف فكانت المدرسه بالنسبه لي ابتدت ثانويه بقى قلت ثانوي نقل... من اسكندريه وجينا على ال... 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 لغايه الابتدائيه الاول الصعيد آ... وفي ثالث في, تالت... في سن لغايه سنتين سنتين ونص كده من عمري وبعد كده ادفو ال... ال... كنا في ادفو وبعد كده اسكندريه لغايه الابتدائيه وبعد كده من ابتدائيه بعد ابتدائيه جينا على ال... ال... القاهره فجيت في وقت كمان كان صعب قوي يعني احنا جينا ابتدائية دي كان 73 الحرب وبتاع وبعدها في نقلة أصلا في البلد بتحصل اه اه وفي نقلة وأنا بكبر وببتدي أهتم اه بالحاجات دي يعني سنة 73 دي لأن أنا من الجيل اللي شاف يعني 67 وأنا عندي أربع سنين كانت حاجة كبيرة مش صغيرة جيلنا كله جيل اللي هو مواليد 63 و62 و61 وبتاع دول كلهم كنا واحنا صغيرين تطلع ايه ظابط ظابط مهندس ظابط دكتور آه والبنات فنيه كل عسكريه كمتية, كل الولاد زكسية. في السن ده عندنا ما فيش حد مش هيطلع ظابط في الفصل ده. يعني الا لو هو مهندس ظابط يعني فكره ان احنا في طار وهنروح نحارب وبتاع 73 فكن حتى احنا كلنا اللي راح طاف النور واللي هت... كلنا في الجوالة او في الكشافه او في ال... والبنات الزهرات اللي هم ال... ده مم. يعني كان في الحاله دي فجاه في 73 خلص الموضوع بسرعه وبتاع فبدات انتبه انه يعني ما كملناش على قد ما كنا فاكرين هنعمل وابتدى يبقى في الاحساس طب لو احنا اكبر شويه كنا رحنا بقى السويس لو مش عارف احنا ايه بعدها ابتديت احس انه انه في حاجه في السياسه مش مش زي الاول مش مظبوطه وابتديت و و يعني ابتدت حتى النفاق اللي في الجرايد زياده قوي يعني انه انه يعني كلمه الرئيس المؤمن فكان مم. مثلا الرئيس اللي قبله كافر او ها يعني ابتدى الجو ظواهر كانت ابتدت إيه؟ ابتدت انا بالنسبه لي آه مش فكره يعني مم. يعني بغض النظر عن السياسات مم. انما الاحساس ان هو انه في حاجه بتتغير فده بعدها ابتدى بالنسبه لي السلطه بشكل عام يبقى إيه فيها كلام يعني سواء سلطه المدرسه أو يعني او سلطه السلطه بشكل عام السلطه بقت مضايقاني يعني عايزه عايزه مناقشه عايزه فلقيت في الوقت ده اللي وقع ايدي بقى على من خلال ابويا طبعا الله يرحمه على الاول وبعد كده انا كملت بقى معاه الشيخ امام واحمد و و و أحمد الله يرحمه انت عاوز الحرب ولا لا؟ و... لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا

بطل غلبة وجاوب دغري أنا غلباوي كده من صغري كل الشعيين أمثالك آخر غلبة وقلة ذوق يحصل إيه لو تمشي في حالك؟ فاكر نفسك مين؟ مدفوق مصري يا الله يا باية. يا مطرحة وجلابية الزمن شاب وانت شابها رايح وانت جاية بعدها بشويه تقرا بس م. كانت القرايات كلها في سكة يعني قصدي ايه ابتدى التمرد يبقى اوسع شوية م. وده بيبقى مش خطر بس بيبقى الاحساس بانه بيدي بيدي يعني بحس ان انا انا متمرد وعندي حق والموضوع اكبر من ان هو المدرسه آه. ده البلد كلها ويمكن يبقى العالم كله آه. بدليل ان في ناس اهي كبار في السن بيعملوا وابتديت الموضوعات ابدا اركز فيها فابتديت اقرا اه, آه. اقرا فابتديت اجيب حاجات يعني اول اول القراءات اللي انا ركزت فيها كانت الناس اللي كانت في المعتقل اللي مش عارف الذكريات كل واحد ذكرياته ولويس عوض ومش عارف ايه وكل ده آه. بصفة عمين آه. يعني الاول مصطفى امين وبعدين اللي هي كان الاول على قدي قد وبعدين بدا الموضوع يكبر بس بس كان ابتدى تلاقيت نفسي غصب عني انا يعني دلوقتي لما بفتكر ابتديت ان انا انا ابتديت احذف نفسي <مم> يعني اتحذفت وحذفت نفسي أكتر في الشمال بقى في التمرد في الغلط اللي موجود وفي نفس الوقت ابتدى ده يترجم نفسه معايا في إيه؟ انه الحاجات الفنيه والرقيقه مم. قوي تبقى لجوه قوي مم. ما بتطلعش. مم. عاملها مم. بس مع نفسي مم. مش حاسس ان هو هشاركها مع حد هتشارك مع مين؟ انت العالم صدامي. لسه انا لغايه ثانوي ثانوي ابتدى الاحساس بقى بل... كانت الجو بتاع ان هو آه... كان ب... بدا بالنسبه لي الاحساس بانه القوي بس هذا عالم الاقوياء. آه. فابتدى بقى الكاراتيه والبوكس والبتاع وال والشاكو وال... اوعى تقول لي تاي تشي ساعتها والحاجات دي لا لا ما كانش في تاي تشي لسه ما لسه دا. مطلع لي بيها قريب تاي تشي لا لا. دي آه بعت لك حاجات شفتها ايوه يا عم وقعدت قعدت اعمل الحاجات دي وبتاع قلت لي هتبعت لي انستراكتور يلا ماشي ماشي <applause> بس فوصلت بقى انه لو كملت في ده كنت يعني في خ... مفترق طرق كده يا اما هيبقى صياعه وبلطجه بقى وقله اه. ادب قوي يا إما يبقى لازم يبقى ليا كيان يعني آه يعني حاجة آه آه ده فضلت أتخبط فيه لغاية ما لما لما يعني النقلة بتاعت الجامعة دي كنت حاسس إن أنا عايز أروح لمك... لمكان تاني يعني م. مش عايز أبقى صايع مش عايز أبقى يعني عايز القوة بس مش عايز العنف اللي م. بيودي للبلطجة ل... ده اللي حصل فيه النقلة دي كانت في ال... في 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 إن أنا أول الجامعة كسبت جايزة في الشعر ويعني ابتديت اخد تقدير اه في حاجه ثانيه اه فحسيت ان هو يعني, في أول, مرة فيه ايه أوه. يعني أوه. اول مره بقى في سكه ايجابيه هي ممكن تستوعبك اه يعني اول مره بقى اخد اولا اول مره اطلع الاول في حاجه في أوه. حياتي <applause> <applause> في حياتي يعني انا كان عارفه حكايه طلعت ال40 ولا لا؟ لا تعرفهاش لا ما حكيتهالكيش قبل كده؟ لا, لا. في سنه مش فاكر كام تانيه ولا تالته مروح البيت وطلعت الاربعين الفصل الاربعين <applause> نفر انا طلعت الاربعين فكتير يعني. آه, اه كبير جايب نمره كبير اه, آه. فطبعا ضحكوا دموع لانه ايه يا ابني طلعت الاربعين الفصل الفصل كام اربعين <applause> فدي قعدت طبعا طلعوا يعني اظن كنت في سنه ثانيه ولا يعني كنت <applause> ولا شايف رقم أنا كبير الولد مش انا ما فهمتش هم مبدئين ليه انتوا قلتوا كتير فطلعت ال40 يعني قالوا لا انت فاهم غلط العكس بالظبط <applause> فدي يعني كأول مرة بقى تطلع الأول فإنك خدت جائزة الشعر بكمل بقى لما نكمل من من من, من منذ منذ الازل وانا ملاحق وكحك و و بقى كحكي وبتاع وبتاع أقول اه وكحك دي كانت بتغيظني قوي الكلمه فبجيب كحك اكتر كمان آه <applause> <applause> ومدرسات ده غير بقى دي المدرسه اللي انا يعني قافش منها طبعا دي الوحيده اللي انا بقول اسمها بس يعني خلاص بقى عشان معلش معلش دي يعني دي قفلتني من الحساب من اول اولى ابتدائي اول حصه حساب لغايه النهارده وغريبه الاطوار المدرسه اللي استلمت بعدها الغلاسه كانت برضو مدرسه حساب بس كنا بقينا في الفتره اللي هي بتاعت الصياعه بقى وراحة. ودي فدي بقى ايه هنكسر عربيتها ازاي <applause> لك طول الوقت يعني امي انا امي كانت بتعيط بالدموع تقول يا رب ما يخشش يعني يا رب يخش جامعه مش سجن ولا أه. اصلاحيه ولا بتاع رحنا لمسرح الجامعه بقى انت من الشعر فجاه اصل منطقه أوه. الجامعه دي اللي بتشكل الجامعه طبعا هو ده البيت اللي مم. هو اولا لقيت نفسي يوه. يعني اول حاجه حصلت ان انا اول انا كنت عايز يعني كنت مغرم بالمسرح جدا من مم. من من ثانيه ثانوي رحت اتفرجت في 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 ايطاليا كانت عمتي صفاء تعرفها مم. فكانت في اي وقت ما كانت عايشه في ايطاليا اه فعزمتني بعد مم. بعد واحده من الملاحق لما نجحت تعالى بقى ايه عيش بقى أنا ايه هفسحك هناك إيه؟ رحت مسرحيه يعني غريبه الاطوار كده بس اللي مهم اللي فضل معايا اللي علق معايا انه المسرح ده له قوة تانية خالص غير اللي أنا كنت بشوفه كنا بنتفرج على مسرحات كتير مع أهلي يعني بس مسرحات الكوميدية في الصيف اللي في اسكندرية او في بتاع انما ان المسرح بال... 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 بالاضاءه والكونتنت ال... 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 المحتوى اللي كان بيتعرض انا مش موافق عليه خالص مم. مش عاجبني خالص مم. وشديد ال... مش الجراه الوقاحه يعني آه آه انما عرفت افصل غصب عني مم. وده اللي انا اكتشفته بعد كده آه مش ان انا مثلا خدت انبهرت اللي أنا... ب... بالشكل اللي... مش انبهرت شكلا ومضمونا آه ولا المضمون خلاني قفشت وخرجت لا قدرت قلت بغض النظر عن المضمون اللي بيتعرض انما ايه الجمال ده ايه مم. التعبير منتهى من... النجاح في الرساله اللي عملتها الوالده والوالد يعني ان آه. هو كل حاجه تبقى آه. في مكانها هو ابوهم كمان كان كم منصف او امي كمان نفس الحكايه يعني يعني ما ينفعش ان الخناقه لغايه كذا آه. اللي بعد كذا لا ايوه ده حقك لغايه هنا مم. بعد كده لا مم. فالمهم ان انا فضلت متاثر جدا بالمسرحية المسرحيه بطاقه المسرح دي ف و... ورجعت على مصر كتبت حاجه بقى بتاعتي يعني انا على قد يعني بس كنت عايز استخدم فيها الجو المسرحيه كانت من غير كلام فانا عايز اعمل ده فرحت ل... 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 ل يعني حاولت ان انا اعمل مسرحيه قبل حتى بخش الجامعه آه بس طبعا هتروح فين يعني وانت سلام عليكم انا معايا مسرحيه انا المؤلف والمخرج وهمثل فيها وهجيب ناس طب عملت حاجه قبل كده؟ لا بس عندي رؤيه <applause> <applause> طب روح اتعلم شويه <applause> فرايح فده طبعا <خلي> زودني <applause> الاحساس بالمظلوميه يعني <applause> انا هوريكم لما اكبر ففجاه لقيت ال... اول ما دخلت اول يعني انا دخلت مسرح كليه الحقوق ما خرجتش من لغايه النهارده اهو يعني يعني دخلت هو ده هو ده بيتي هو ده بالظبط يعني اللي انا عايزه طب ليه ما دخلتش في مسرحية ما كانش في دماغي ان انا هخش حاجه يعني طول الوقت كان تتصور يعني وقتها ان الفن والكتابه وبتاع دي حاجات جانبيه جان... يعني اه دي هتبقى هوايات وهتعيش وحت... بيها بس انت الكارير محامي عشان انت شايف القدوه والمثل الاعلى جمال الصاوي وعلشان هعرف و... ابقى ما هو عملنا عملت يعني هو قال لي وقتها انت عايز تطلع ايه؟ كنت انا وصلت أو... في ثانويه عامه الاول انا كنت اصلا كان الظابط دي كانت مكمله معايا شويه وبعد كده ب... لما... فيدد فيدد لحاجه تانية بقى مم. لانه ايه اللي ورا اللي بيحرك بقى الجيوش الحاجات السياسيه فابتدت السياسه تشغلني قلت لا انا انا اشوف اللي بيحرك مم. الجيوش لان هو ده اللي الحكايه هنا بقى فابتديت اركز في اخر سنه بس كان طبعا شكلها غريب ان انا اقول عايز اخش سياسه واقتصاد وانا ما بذاكرش وهي من القمه بالادب يعني بس فعلى ما جيت اذاكر انا أذكر ذاكرت في مثلا شهر السنة العامة مم. انتبهت ان كل الناس بتذاكر من ورا بعض، مم. احنا شله وبنلعب مع بعض وبتاع ايه ده انت بدات تذاكر؟ ايه ده انت بدات تذاكر؟ <applause> يا اندال فانا ففضل شهر مثلا مم. فشهر ولازم اذاكر لان انا مم. يعني حسيت ان انا هبقى أ... شكلك وحش لا ضحك عليا يعني, يعني انا كده عبيط قوي يعني, يعني أنا كل الناس بتبص على مصلحتها وانا الوحيد اللي بص على الصياعه وال... والهزار فركزت جدا جبت اخر حاجة قدرت ان انا اعملها طبعا ان انا جبت حاجه في و70% بس ده كان كويس في ضوء ده يعني دي المرة الوحيدة اللي انا بت... كان اول مرة اكتشف الله ده انا ما... يعني انا مش غير. انا ما عنديش مشكلة في ال... في التعليم م. انا ما عنديش مشكلة يعني دايما كانوا يقولوا في الطلاق يعني, هو يعني آه. مش بيركز م. فكان مش بيركز دي انا كنت فاكرها ان انا طاقة يبقى انا عندي معيب يبقى م. انا فيها مشكلة بس مش بيركز م. فاكتشفت ان لا المقصود مش بيقعد يركز م. م. <applause> انما قدرت ان انا اقعد اركز فبعد كده حبيت ده يعني مم. فبس مفيش بس اختصاص او اقتصاد فقلت لا انا اخش حقوق اشتغل مع ابويا وابقى بالعكس مستقل قادر ان انا عايز عايز اعمل اي نشاط سياسي مم. او ادبي او فني هبقى بعمله وانا متحصل طبعا ما مشيتش بعد كده لانه خلاص بقى يعني ما مارستش بقى الحقوق خالص اشتغلت لا ازاي مش شرط استئناف اه طبعا آه اشتغلت اه 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 اول بقى بقيت استئناف اه اه استئناف وقيت بعد كده غير مشتغلين عشان اتفرغ لمعهد سينما بعد الحقوق آه. واتخرج من من الاخراج طيب السينما اما تكون انت انت بقى لحد ما دخلت معهد السينما عشان تاخد بكالوريو يعني تبقى مخرج سينمائي في الفتره دي عشان عايز امسك في النقطة اللي يعني... في النقط كنت عملت في المسرح هو بقى كنت مارست كل حاجه كده عملت بقى المسرح الحر اللي اسمها ايه كنت مسميها الاول فرقه فرقه الحركه وكان أوه. ده جزء من 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 يعني كنا طيار المسرح الحر عملتها تسعة 89, 89 كان وطرق. مين معاك بقى زميل فيها؟ كان كان عبد الوهاب محمد رضوان مجدي سعيد آآ غاده انا بفتكر الاسامي اللي هم اول اول بس اول ال... ناس مصر... كنا حوالي خمسه خرجوا أو أو ولا مكملين؟ لا احنا قعدنا كن... الفرقه من 89 آه. ل واربعة اه عشر سنه اه اللي قدمنا آه قدمنا ثلاث بصحات كبار أوه. اللي هم الميلاد وأنطوريو كليوباترا واللعبه في الدماغ اللعبة في الدماغ دي اللي انت خدت فيها جائزه دي اللي هي يعني دي اللي خ... عملت بقى خالد الصاوي دي اللي, اللي هي أوه. عملت ال... 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 الصدى الكبير وبلوره نجاح الفرقه بس العرضين اللي قبلها أوه. كانوا خطوات في ده من اول عرض يعني من اول المزاد والدبله والعروض اللي قدمها زمايل تانية من جوه الفرقه مجدي سعيد و... وسيد فؤاد و يعني كذا حد آه، آه. آه قدم عروض باسم الفرقه وخالد الشربجي انما الـ الـ العروض اللي هي الـ الـ العرض الاخير وخصوصا هم اللي قدمناهم في الهناجر مم. لان في الهناجر كنا خلاص الاكسبوجر احسن والـ والـ احسن طبعا آه. واستقرينا اكتر آه. وعارفين نشتغل كمان يعني آه. غير ما بتشتغل آه بروفات آه في الشارع في الـ في الـ في السطوح Feu, fine, oh. euh, سألوني تحب اي يا توم أنا قلت الحرية أنا أحب المصريين كتير والأمة العربية أنا أحب الإهرامات والسكر النبات وحتى البكابورتات والفول والطمية سألوني تحب إيه يا توم أنا قلت الإنسانية السود والصفر والهنود الحمر Allora, li abbandona Alla per Pakistan Un camano Afghanistan Wow, l'America sta Yeah, Yeah, this is what any should do. Thank you, Egypt. Thank you, Adam. 89 انت ابتديت الفرقه دي وفضلت لحد 2004 في هذه الاثناء ابتديت دخلت خدت مع بكالوريوس اخراج سينمائي اخراج سينمائي دراسات بقى كده مخرج مع خيري بشاره محمد خان واستاذ رأفت الله يرحمه الله يرحمه في ايه بقى افلام ايه؟ آه، يوم و حلو استاذ <سؤال> محمد خان ساعدته في المهرجان القومي كان بيخرج على المسرح وبيحط حاجات من مجموعه من المخرجين الشبان وكانت سنه 95 فكانت مم. الافتتاح والختام بتاع المهرجان القومي المسرح والمواد الفيلمية المصاحبه ليه الاستاذ رفعت الله يرحمه كان الفيلم بتاع سيداتي انستي وسيداتي أنساتي مش يوم مر مش مش لا يوم مر كان الاستاذ خيري هوي كنت مساعد مع فتح حمامه؟ كنت تحت كنت بتمرن مم. فاول حاجه اتمرنت فيها كان كان يوم مر ومع اول اول طبعا اول حاجه طبعا يعني بقدر الامكان كنت انا احاول يعني حاولت ان انا أبقى لو تخصصني بس اروح نادي أنا مدام فاتن لانه <applause> آه يعني مش معقوله آه. الحضور والبشاشه مم. والتاثير مم. آه آه غير عادي واي واي حاجه هتقولها هتبقى مهمه يعني لو قالت اي ملحوظه او مثلا بتدرس ايه لو سالت بتدرس ايه فقلت لها كنت وقتها وكان فيها قالت حاجه كانت مهمه جدا بالنسبه لي فعلا بعدها لان كنت كنت بعمل كذا دراسه في وقت واحد كاني عايز اعوض كل اللي فات مثلا دخلت اداب فلسفه وانتساب ومعهد النقد ابتدى بالنسبه لي ان انا بقى ايه لا طب انا عايز اشوف يعني عايز اجيب امتياز بقى، عايز اجيب جد جدا، عايز, آه عايز اجرب اتفتحت على التميز بقى عايز اجرب حاجات يعني. تانية بس فلسفة انا دخلت مش عايز منها أي حاجة خالص ولا م. درجات ولا بتاع، عايز أحسم قرايتي أنا في الفلسفة على منهج اه اوكي لأنه بقت الأفكار كبيرة أوي قوي بقى الإيمان والإلحاد والشوعية والبتاع وال والأفكار الفظيعة دي بقت عايزة تتنظم لأن أنا قريت قرايات مهرجلة م. وكلها أه حادة عنيفة أه متطرفة من الشمال لليمين فبقيت محتاج ان انا انظم بقى عايز امشي على منهج والا مش أه عارف اروح فين افكاري بقت كتير وانا بكتب كتير فعمال ازود على الافكار والناس اللي معايا دول بيطلعوا طبعا يساهموا في ال عايزه لي حاجه هي مهمه آه قبل اه 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 قالت لي قالت لي بتعمل ايه بتذاكر انت بتدرس في المع... قلت لها بدرس سينما وبدرس كمان ااا آه اداب فلسفه في أدب آه كنت في اول سينما و في, في أدب فلسفه وفي معهد النقد اه فقالت لي انا فقالت حاجه ما معناها ان ان هي متيمة آه آه اكتر من النظري وكده بالملموس من الحاجات اللي هي بالشغل الطريقه اللي قالت بيها اصلا آه تخليكي تاني يوم لازم تروحي تسيبي النظري ده خالص يعني مؤثره قد كده يعني وهي خبرتها كده تجربتك وهي تجربتها كده وانا قعدت افكر فعلا يعني هي فتحت لي الباب ان انا افكر انا فعلا عايز ايه والفرخه عاوزه تيجي والقمحة عند القمح والقمح عاوز تيجو والفرخه عند السطح والشطف عاوز كده

الدنيا تزد والعدو يتهدد كنت خايف ارجع من ورا هرب لكن هيروح مني فين؟ يصير حلاقي وغلوت ويوم ما حلاقي هبقى زي الحداية طب تعالى نروح لضرب الرهبة هل انت اللي اخترت الدور لأن الناس فاكره الدور غريبة ها الناس فاكرة دورك ده ولا هم اللي اختاروك وانت قابلته وخلاص كفرصة لا انا كان جنب بقى شغل اللي هي موضوع ان انا عندي مشروع وحماس المسرح مع دوري بس مش هبقى المهم ان انا ابقى بطل فيه بقدم الفرقة وتا كان جنب ده بقول اذا حاجة امثل جوه مم. السوق فلازم امشي على مم. تقاليده فهبقى فحبقى بشتغل درجة درجة لازم اعمل يعني كنت عايز كمان اعمل خط في السوق مم. بحيث ان انا يعني اعرف اشتغل برده انا الفرقه بتاعتي دي ما باخدش منها ولا مليم مم. ده انا بحط بس يعني فعايز اكسب فلوس بس مش عايز برضو آه تبقى كوميرشال بقى او يعني فحو... تبقى مم. فده لا الدور ده اللي قدم كان كان علي ادريس الله يمسيه بالخير وهو اللي آه كان وقتها بيساعد آه الاستاذ علي عبد الخالق وقال آه لي انت مش بتمثل وبتاع تيجي تعمل حاجة أنا هقول للأستاذ علي ورحت عملت المشهد وكنت طبعاً كنت مبسوط جداً لأنه لأنه حاسس إن أنا بس أنا كمان كنت نازل إيه يعني أنا من البيت رايح أقول أنا لنفسي أنا بطل فيلم ضرب الرهبة بس دوري مشهد <applause> أيوه المنطق ده على فكرة حكمك شوية أنا, أنا, بطل انا بطل العمل لكن أوه. دوري ثلاث مشاهد مش مشكله مش, مش, مش بالظبط وده خلاك تميزت جدا ما اتجوزتيش تاني؟ اتجوزت بعده مرتين يعني اتجوزتي ثلاث مرات؟ ايوه بس ما كانش في بخت ما كانش في بخت ولا عشان سوء سلوكك؟ والله العظيم ابدا انا كويسه بس الناس هي ما بترحمش امم يعني الثلاثه هم اللي كانوا وحشين طيب قولي لي ايه بقى علاقتك بعلي يا ابو العطا؟ صاحبتي وحبيبتي من زمان يا بيه بواب العمارة بيقول إن كنت بتترددي على شقتها في وجود رجالة وكنتوا بتعملوا حفلات سكر وعربدة لدرجة إنه راح الاسم وقدم بلاغ فيكم. لا ما حصلش. البيه. ده راجل كداب وبوشين ساعه البيت. ده زائد إن الجيران اشتكوا أكتر من مرة. والله والله العظيم تلاتة أنا عمري ما حضرت حفلة عندها ولا شفت أي راجل غريب في شقتها غير الأستاذ كمال. مالناش دعوة بالأستاذ. إزاي يا بيه؟ ده الأستاذ كمال عارف كل حاجة. يعني ما كنتش تعرفي ما بتدير شقتها للدعارة؟ دعارة إيه؟ عليها ما تعرفش الكلام ده حتى اساله الاستاذ كمال محضر الشرطه بيقول انهم لما دخلوا عليكم الشقه كانت عليها مختليه مع زبون في اوضه النوم وانت كنت في حاله سكر وشبه عاريه عاريه ايه بس انا كنت لسه قميص النوم ده وساعتها عليها كانت فين؟ كانت مع خطيبها الاستاذ كمال كانت معاه فين؟ كانت معاه في قضيتها. يعني انت معترفه ان كان معاها زبون زبون ايه بس يا سعاده البيت تخطبها خطيبها يعني مش جوزها محضر الشرطه بيقول انهم كانوا نايمين على السرير في حاله مضاجعه حاله ايه؟ حاله مضاجعه يا كنت عارفه كده ولا لا؟ محدش يقدر يرجع الشريط من الاول، ما هو كل اول وله اخر بس انت بالذات اولك ملوش اخر جميل معجون بالموهبه بالاحساس بحب الناس بدفى الاحلام اللي دايما كانت مشروعه في وش الانكسار عزيزي خالد صالح بيقولوا ان الموت غياب مع اني لما فتحت دفتر الاحباب لقيتك دايما حضور غياب مين يا عم اللي ياخدك مننا وانت دايما حاضر ومنور الحضور امتى اتقابلت مع خالد <سؤال> صالح <سؤال> الله <سؤال> يرحمه طبعا في الجامعه ده اول حاجه من اول مش من اول ما دخلت <في> كليه <الكرة> الحقوق من اول <أم> <سؤال> ما دخلت المسرح احنا <سؤال> اصحاب الشله بتاعتنا دي مم. من سن 17 مثلا 18 كلنا كنت انت وخالد وخالد ما شاء الله واحمد عبد الله واحمد آه. ثابت طارق عبد العزيز آه. آه. آه محمد النيدي آه. اه وبعد كده الشله بقت اكبر وبقى في معانا ناس من كليات تانية حتى آه. بس استمرنا يعني شله الجامعه ايه اللي الجماعه ايه اللي متصور لكم مج... معظمكم فيه؟ آه متصور شفت انا انا صور ليك انت وخالد الله يرحمه مسرح في مسرح اللي هي اللي هي الغفير انا وخالد ومحمد هنيدي الحاجه بقى انت النهارده نازل اوردر دور قريته وانا عارفه انت بتقرا ازاي؟ طلع عين الخلفونه و... بس بتقرا ب... باهداف كتيرة غير انك تبقى بطل العمل من الجلده للجلده في في دماغك مليار ده خالص اه خالص خالص والله يعني وده, ب... وده وده جاب نتيجه دايوه. يعني ده جاب نتيجه مخرجين وكتاب و... و... من الاول خالص من زمان مم. مم. يعني كان من وانا صغير حتى و... ويقولوا لي بلاش ما تطلبش انك انت تتكلم مع ده مؤلف كبير او بتاع حيفا يعني هيضايقك يعني وكنت اي حد منهم ارفع ايدي واطلب ان انا اتكلم او ان انا اقول له ويبقى متوجس كده اللي هو اه موسى صغير وجاي هيفتي بقى يلف ويدور وفي الاخر عايز يكبر دوره فيلاقيني اقول حاجات مثلا لصالح الدور أو لصالح العمل أو لصالح حد أنا مش موجود، مم. بس لصالح حد أنا مش دوري دي بقيت أعملها بعدين طبعًا. بس بق... لقيت النتيجة كانت إنه المخرجين كتير بيدوا استثناء ليا في الحتة دي إن هو أقول. آه 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 لأنه في دماغ. يعني يعني سيبني إن أنا عارف إن أنا مش بتكلم لمصلحة آه شخصية آه. آه. إن أيوه أيوه ده أ... أول بقى مرة أنت نازل أهو النهاردة رايح الأردن هتمثل حاجة بقى أنت يعني حاسس انك مسؤول عنها اختيارك او حجم الدور او الشخصيه هتاديها ازاي او وهعلم هعلم بالقوي لا ده الاحساس ده ما, ما بداش معايا الا في ده ده متاخر أم. ازاي بقى متاخر أم. اه طب تعالى نمشي من الاول بعد آه الرغبه عملت ايه اولا انا كان طول المشوار ده آه. وجهه نظري في نفسي ان انا في موهوب بشكل عام لكن انا مش ممثل كويس يعني انا كانت وجهه نظري في نفسي طول الوقت لغايه قريب لغايه قريب مش بعيد ان انا موصل امكانياتي مش مش عاليه طموحي هو اللي عالي انما اللي اكيد عالي قوي هو ده ابي فهفضل احاول 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 لغايه ما افتح طريق للموهبه بتاعتي ده كان اللي في دماغي لكن ما كانش عندي ابدا فكل يوم بروح متنكد طب ماشي بس امشي معايا في المتنكد بعد ضرب الرهبه عملنا ايه فيه بقى في بقى قشر البندق وفي في كذا حاجه بقى قانون لا يعرف الحب مش حب في الثلاجه حب في الثلاجه طبعا آه لغايه فيلم جمال عبد الناصر يا yeah. امني انهي الاول جمال مم. عبد الناصر ولا ام كلثوم مدام انعام طبعا ودي ليها بقى مم. تاثير كبير قوي عندي وليها مكانه كبيره مم. قوي كمان وتعلمت كمان على ايدها كتير مم. لان هي اشتغلت معاها ثلاث اعمال مم. ويعني ولو في اي وقت بي بي يعني بحب مم. جدا مم. اي وقت تعرض عليا حاجه هبقى بركز جدا ان انا يعني اشوف اقدر اعمل معاها ايه آه. آه هي استاذه فعلا آه. آه شافت عروض مسرحيه آه. وشافت حاجات يعني هي مش مش من النوع اللي هو لو لو لما 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 تنجح لا لا آه. لا خالص م. وبعدين هي بدات تقول لي شويه ملحوظات من اول يوم الملحوظات دي هي اللي خلتني ظبطت ايقاعي في الفيديو لان هي قالت لا اللي دخلت الدخله دي دخلت مسرح مش هتنفع الحكايه دي اعمل كذا مش ه... ال... ال... ده اول كان مره م. حد يظبط لي الميه زي ما بنظبط الميه في ميزان الك... ميتك اه اللي هي فهمت ليه الاحساس عندي ان انا اوفر بس مش فاهم امسكه منين مع انه على المسرح واشتغلت بقى ورش كتير جدا كل مره اروح متنكد برضو <applause> انا واكتب كتير جدا بس مش عارف انشر اه <applause> وكنت بتصور ان انا التميز بتاعي هيبقى في الـ في الـ في الكتابه بالذات لما اكتب واخرج مسرح، كان ده تصوري. عشان انت اللي حاطط الفيجن كله اداء وتمثيلا و فكان ده تصوري ان هو النجاح هيبقى كده، وما راحتش بعيد عن بعض، هو فعلا النجاح الاولاني اللي قاد بعد كده للنجاح التاني هو كان كان المسرح صح. جمال عبد الناصر ايه اللي خلى كان انور القوادري؟ انور القادري. ايه اللي خلاه تخيلك في الشخصيه دي؟ ااا أه... ده وهو ده كلامه يعني ان هو كان في الوقت ده محتاج يعمل الشخصيه بممثل آآ آآ شاب اه oh, طيب هو زي ما في بالاتفاق مع محمود حميده فجابوني <applause> صح <applause> 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 بس كان 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 هو انتاج طبعا مش يعني عملوا عملوا صيغه للانتاج <applause> كان البطريق وده كان الاستاذ محمود وكان آه عادل م... الاستاذ عادل الميه وكان الاستاذ انور القادري مع بعض ف ف جابوني بقى اعمل الاول ما كنتش يعني م. قال لي شافني على المسرح انا و... وخالد الله يرحمه خالد صالح وخدنا في ال... في الفيلم يعني كان عايزنا احنا الاثنين في الفيلم ف... بس كان مديني دور قد كان انت وخالد من مجلس قياده الثوره اكيد وفي كان جمال كان... كان عبد الناصر كان صلاح نصر اه ولا كان في مجلس قياده فأنا طبعًا كان يعني طموحي ان هو يعني لو عملت سبع مشاهد 10 مشاهد يا ولد دا. يبقى لو مم. 12 مشهد بقى, بقى انا كده عديت يعني مم. بس مين فيهم عشان لا الحق اذاكره قبل ما يعني يعني عايز اعرف مين فيهم لان انا عارف الشخصيات كويس قوي الفروق بينهم وكنت كنت خلاص بقى كان بقى لي سنين مم. شاركت في حركات آه آه كتير حركات سياسيه وحركات آه وتحت الارض وفوق الارض وكل حاجه فعارفهم كويس فانت هتتكلم عن مين م. عشان حاجه فجي قال لي انا بفكر في يوم قال لي يعني هعمل لك اختبار واذا انت قد المسؤوليه قلت له ايه وقعت قلب ايه يعني في <applause> ايه <applause> المسؤوليه برضه لسه مش قال لي بفكر ان انا ادي لك الدور بتاع بس انا اعمل تيست الاول قلت له تستين ثلاثه يا ريس انا جاهز فجاهز دي طبعا كنت قال لي عارف الخطاب بتاع المنشيه قلت له حافظه طبعا كنتش لسه حافظه <applause> قال لي بكره قلت جدا رحت رايح جايب الخطاب وقاعد اكتب وبتاع ومذاكر وكراسه عادي لغايه دلوقتي بشيل بقى الحاجات دي دايما يعني بشيل من اه انا شيل حاجات من اعدادي وابتدائي انت موقن جدا ان مشوارك مهم في كل خطوه وانت عايز صغير اتكلمنا مع ممثلين امريكي <applause> <applause> قلنا لهم ان مشروع السد العالي اللي هيتكلف بليون دولار ألف مليون دولار البنك الدولي هيدفع 200 مليون وانتوا هتدفعوا 70 270 واحنا هندفع 730 مليون دولار ازاي انا اللي هدفع 730 مليون دولار اسلمك الخزنه بتاعتي وما اعملش حاجه الا باوامرك ازاي بس مين يقبل هذا الكلام وابتدات انظر الى مستر بلاك اللي هو مدير البنك الدولي وهو قاعد على الكرسي وكنت اتخيل ان انا قاعد وقاعد قدامي فرديناند بيليسيبس بسم الله الرحمن الرحيم توكلوا على الله عملوا زمان قروض وفوايد على القروض والنتيجه ان بلدنا احتلت جاك روما قاعد لنا هنا في مصر مش عيب ابدا ان انا ابقى فقير واحاول عشان أستلك وابني بلدي لكن العيب ان انا امتص دماء الشعوب وامتص حقوق الشعوب ده العيب التاريخ لن يعيد نفسه ابدا بل بالعكس حنبني السد العالي وسنحكم على حقوقنا المستقره حنبني السد العالي زي ما احنا عايزين ولهذا كل يوم وافقت الحكومه على القانون الاتي باسم الامه تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. <applause> أنا هنط بقى لأنه في محطات كمان رهيبة لازم نقف عندها. أهل كايرو. ده كان نقلة غريب يعني مش نقلة يعني بصوابعك العشرة صح؟ بالظبط بدأت يبقى في بقى, بقى مفترض طرق واضح قوي يعني م. يعني م. هتكم... هتخرج وهتخرج مسرح ولا سينما وهتخرج وهتكتب وتخرج م. يعني بدأت الحاجات دي م. بس أنا جيت في اللحظة دي حسيت إن أنا كل اللي فات عايز أهضمه وأستوعبه كويس قوي م. بس عايز أمثل يعني م. عايز شوية بقى كده آه. اروح اعمل حاجة ابسط من اللي لأن انا ما كنتش بعرف انام آه من الـ من الـ من كل لود اللي عليا ده الحمل ده اه قلت لا انا نفسي ابقى مش مسؤول كمان عن حاجه حد يبقى مسؤول عني في ان انا يطلع الشغل كويس او وحش وانا اعمل بس شغل كويس انما فكره ان انا اروح من اول اكنس المسرح ولم عشان بحبه مش عشان يعني و و قاتله قاتله لغايه آه ما دي قلت لا آه وراوح ورحلتها اطول و و وروح اكتب بالليل وانا اللي بدير الفرقه آه وانا اللي بتصل بالناس وانا الصبح اللي بقول لهم ايه خير يا اساتذه ما جيتوش مع ان احنا كنا سهرانين سوا قلت لا ما انا شويه بقى عايز آه تركز في الحته دي فيها يعني كل آه, اه وخصوصا انه الناس يعني بقت الموضوع بقى واضح بالنسبة لي إلى حد ما أنت هايل قوي في كل الحاجات دي بس بعشر 10 في التمثيل تعالى يمكن مش هايل قوي بس, بس 25 قرش أوه. طب ما أروح أشتغل في ده بقى شوية علشان تاخد أعرف نفسك وتشحن للعودة لأنه في عودة جيت بعد كده قلت لا أنا من العودة دي إيه يعني ده اللي حصل اللي بقول اللي كان السبب إنه بعد كده يعقوبيان أوه. اللي هو اهل كايرو واهل كايرو ما هو اهل كايرو بعد بعد عبيان اه يا راجل اه ما دول ثلاث سنين اربع سنين آه. اللي فارقين بقى قتلت بنتك ليه؟ اوعى تقول لي انت قمت فجأة لشرفك بعد الفضايح اللي حصلت في الفرح اللي حكيتها لك نجوى في التليفون انت رايح الاوتيل وانت مقرر انك تقتل امينه ايه اللي في التليفون؟ بركات قال انه ادالك رقم الجناح بتاعها في الاوتيل لما اتصلت بيه علشان تشتكي له انك عمال تكلمها على الموبايل بتاعها وهي مش عايزه ترد عليك كنت مكلمها في الفن ايه قالت لك في المكالمه خلاك تقرر انك تروح تقتلها فورا اكيد قالت لك اللي كان المفروض ان امها تقوله من زمان بس كانت خايفه انها تقوله ولما جات لها الجرأه انها تحكيه حكيته بس بعد فوات الاوان يا يعقوبيان يا يعقوبيان يا احنا شركة انا وانت في في قراراتنا في الادوار فاكر انت معروض عليك الدور كان اتعرض على شويه ناس قبل كده وطبعا استفحلوا جدا وحاجات كده وخافوا اترعبوا وانا كانت نفس الحكايه مع فارق الشخصيات وانا كنت وقتها بوزع الفيلم فاكر وقعدت انا وانت كلمتني قلت لي انت حبيبتي بقى واختي سيبك من مش عارف ايه ايه قلت لك تعالى نقعد انت بص له فاكر قلت لك خده منين لو لانك كنت عمال تقول لي طب طب احسبيها معايا لو انا عملته مش عارف ايه المجتمع هيعمل ايه ولو مش عارف مين ايه النقا والناس اللي واخده على ستيريو تايب والناس اللي ما بترضاش تعمل ادوار لان لو مش في الشارع يقولوا له ازاي تطلع مجرم مش عارف ايه والحاجات دي ونفس المشكله كانت عندي انه في ناس كثيره رفضت الدور و الفيصل هنا كان اختيارك كان في منتهى الشجاعة والدقة نمرة واحد ان انت بتحط خط جدا تحت ان الممثل ما هواش ماريونات في ايد ناس هي إيه اللي تقول له مثل كده وما تمثلش كده عشان احنا هنحبك كده ومش هنحبك كده او فكرة ان الممثل لازم يطلع ملاك وطالع له جنيحة طول الوقت وان الشريرين دول مش محسوب لهم جماهيريه صح؟ او الخارج عن المالوف او آه. الـ او الـ آه. كمان انك بتنقي دور نوع آه الاتهام بتاعه اقصى جدا من انك تبقى مجرم ولا مش عارف ايه ده يمكن يتسامح شويه ده القرار كان از انت خلص اللي حسم الموضوع آه مروان يعني آه. قائد مروان حامد آه. مروان حامد انا بالنسبه لي ده يعني عبقري وشاب عبقري فعلا و وال... ال... ال... اول حاجه في العبقريه دي ما كانتش مش ان النهار... هو يعني شفت فيلم قبل كده وكل حاجه بس كان بالنسبه لي إيه تعامله مع الممثلين ومع المواقف وطريقه اقناعه وده مطمئن جدا مم. فلما قعدت معاه واتكلمت قلت له انا عندي المخاوف الفلانيه واذا كان قبل ما نمضي الحاجات الفلانيه دي زي ما هي في السكريبت كده او كان كذا او م. بتاع وانا مش يعني انا مع احترامي ليك لكن انا شايف انت محطوط يعني ربنا يعينك لانك محطوط بين م. جبال يعني م. سواء المؤلف آآ آآ يعني او البطل او الاستاذ وحيد وكذب السيناريو م. والأستاذ, م. والأستاذ عادل ونور الشريف كل ده م. انت يعني لو اتعامل عليك ضغوط انا هبقى فاهم انها ربما مش قصدهم يضغطوا عليك بس هم تقال فانت غصب عنك فانك كنت تعرف تعمل ده كله فانا مش عايز اعمل لك انا كمان نزنز واجي لك كل شويه واقول لك طول تحت الركبه يعني مش هينفع الكلام فانا لقيته بيتكلم بمنتهى النضج مع انه شاب صغير جدا جدا والنزاهه في نفس الوقت والشجاعه ان انا قلت له والحاجات دي يعني ما تعملش على انه فانا حتى كنت متوجس قلت بقى طب هيعمل ايه مع الباقيين يعني انا خلاص انا اقنعني <ممم> وفي نفس الوقت طمني ان في حاجات احنا مش هتتعمل فانا مش هقف بقى في اللوكيشن <ممم> اقول له بعد اذنك يا استاذ شويه انا احنا اتفقنا فخلاص ده تمام ده في تفاصيل الشخصيه يعني في تفاصيل آه مش الدور يعني نفسه انا في حاجات قلت له انا مبدئيا مش هقدر اعمل حاجات بعينها دي مستحيل فلو نقدر نعمل شخصيه من غير ما نعمل ده ماشي بس انا كده حاسس ان انا بتدخل في حاجه وح... فلو انت اعتبرت ان ده ح... يعني ضيق خيالك او بتاع امشي دلوقتي وخلاص انما غير كده ف... وتوافقتم انت وهو كمان على انه فلحظة. الشخصيه ليها اثر نفسي من من الصغر ف فبقى عندك فريم ده كلامه بقى أوه. لما بدا هو الى جانب انه ابتدى يقول لي ان هو شخص ممكن يبقى يعني إيه لما قال مثلا انه لو لو في حته فيها خفه دم خفيفه مم. نعدي منها مم. ببعض الحاجات لما بدا يرسم ده قلت مم. ده مخرج أوه. يبقى ده راجل عنده رؤيه والراجل عنده رؤيه ده انا بحب امشي وراه راجل او ست بس مم. مم. عنده رؤيه زي ما انا عام كده زي زي نفس الحكايه هو عن شايف حاجه انا درست الاخراج واخرجت على قد حاجات كده انما بحس المخرج جدا طبعا آه. ف فمروان هو اللي حسم لي ده ولغايه النهارده انا بحب اشتغل معاه جدا ربو. ايه انت مفيش عندك مخ عايز تعمل لنا فضيحه انت عارف ان انا اقدر اذيك بس انا الاذيه مش طبعي كده تقول لي هتروح فين دلوقتي هنروح في نصيبة يا بيه الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام وبتهز عرش السماوات والارض طيب خلاص خلاص تعالى اتنيل تاول لحد الصبح والصبح بقى اروح لحالك يلا في دور كده انت لما تشوف الممثل بيعمله تقول اه مش مش مكتوب ليه ما يتعملش لو مش خالد الصاوي الدور ده مش هيتكتب كده في حاجه كده يعني في حاجه بتخلي الناس تحس بكده في الدور ده بالذات ولا عموما عموما <applause> الادوار دي بتاعتك يعني ما تقوم مطنوع ما تشوف ما آه يعوبيان شوف الفيل الازرق تشوف آه خاتم سليمان تشوف الصعلوك انا الصعلوك واقفه عنده بتاع السنه اللي فاتت لانه انا فصلت المسلسل كله في حته وبقيت اراقبك انت ازاي بتقول الكاركتر ده فخليني نروح للفيل الازرق ايه اللي انت عملته في الفيل الازرق ده <تصفيق> ها؟ <applause> هون اللي بيحصل ايه بقى ان انا في لازم اختصار كانت تجربه عقلنت عليا حياتي لفتره طويله <applause> <أنا>, انا ومراتي وامال بص يعني بص هو هو مفيد جدا وجميل جدا التجربه اللي حصلت بس متعبه جدا لانه أه حت... يعني هتقرا كتير قوي هو انا من هوايات القرايه في علم النفس فقري كتير على قد دي اللي فتني يعني كممثل واللي ما يفتنيش حتى يعني كنت عايز اعمل عروض فيها فعايش مع علم النفس واستعنت بصديقة لي ليا دارسه تمثيل <applause> ودارسه في نفس الوقت وليها ايه علاقه بعلم النفس وفي نفس الوقت في رزق فالنتيجة إن أنا قعدت أيام كتير جدا لوحدي في المكتب والمكتب ده عند درجة معينة ممكن يتحول إلى كهف لما تبقى لوحدك قوي وعمال كل اللي بتفرج عليه هو الناس اللي اتلبست والناس اللي بيطلعوا منها اللبس ونبت... وأنا لأني ما بخافش أه يعني من الحاجات اللي هي اللي شبه قاعد أه لوحده، النور قطع، مش عارف ايه، أه. فمش متصور خالص ان الحاجات دي ممكن تبقى مزعجه بطرق تانية ما مش تخاف يعني، انما ممكن تجيلك كوابيس، ممكن تبقى انت حياتك انت ومراتك صعبه لان هي نفسها كمان، فكل شويه بسم الله الرحمن الرحيم علشان مثلا كنت بجرب حاجه في المرايه، فبتجرب في الشخصيه دي الى جانب انك تقعد تذاكر هي يعني لازم تعمل كذا لير في بعض لازم تعمل انه في الشخصيه بتاعته اللي هي الاولانيه اللي هي بتاعت الجامعه وكان عامله ازاي وانا ابقى شبهه في ايه في الحاجات دي وبعدين عندك لير تاني الفتره اللي هي بيتغير فيها وبعدين عندك لما فصل تماما وبعدين عندك لما كان زمان وبعدين عندك الجني او الشيطان او البتاع اللي بيطلع له. م. فانت لازم تعمل كل دول سلس عشان في الاخر الناس مش جايه تتفرج يعني على مكعبات يعني بتاع في الاخر بقى ده طبعا آه يعني لو انت مش مش ثابت قوي وفي نفس الوقت مش آه آه ممكن ت... ت... تصدق يعني تخش في المود لازم تبقى ثابت آه. ولازم يبقى عندك ايمان ما آه. يعني 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 درجة ما تخليك تقول لما تقول انصرف أعوذ <applause> <applause> بالله من الشطرنجي فينقشع يعني بس في الأيام بقى بعدها على بقى أحكي قصة مش هتصدقيها إيه؟ ظهر آه؟ وضربته وضربنا بعض وكسرنا المكتب بس لا والله ما انا ما بقولهاش عشان محدش بيصدق <applause> يعني ايه انت هتيجي في الحته اللي مش عارف ايه وما ت... وت... وتاكلها عليا مين اللي ظاهر؟ اللي ما <applause> لو النبي <applause> حبيبي اسكالت على بس ايه لو النبي والنبي خالد يعني اعتبريها قصه مثلا فانتازيا فانتازيا لا الناس بتصدق الحاجات دي لا لا ما فيش يعني انا قصدي لا أصل انا أعشق يعني انت فعلا حصل ايه اللي حصل اللي تماس تمام بتعيشي آه لدرجه آه آه يعني بتقعدي ايام طويله قوي لوحدك اه, آه و آه 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 بسهر كتير وبعدين انا دايما عندي غيه هي بقت منيله بصراحه يعني لازم اغيرها بس انا بطبق ثلاثة اربع ايام يومين وثلاثه واربعه بدات بقى ادمنها لانها عند درجه معينه بتفك الوعي بتخلي اللي مش موجود يظهر مم. اللي هو ايه حضرتك اللي مش موجود ما هو انا بعمل الحاجات دي ها يعني انا بقعد لوحدي كتير ومش عارف ايه والحاجات دي بيظهروا ما موعدكش كلمتيهم ما ما ردوش عليكي خلاص ما فيش مشكله <applause> طيب انتوا عايزيننا في حاجه احنا رايحين قاعدين <applause> <applause> شويه مع بعضينا كده نرغي اهم حاجه الانسان بس يبقى عارف في الاخر ان, ان, ان ربنا ينجيه يعني طالما هو <applause> حلو آه دي حلقه تانية دي حلقه ثانيه هنقعد فيها <applause> لا لا مفيش اي حاجه هو هو, هو اهم حاجه انه الخيال عند درجه معينه يعني <applause> آه الخيال الخيال اول بيبقى آه سحابه كده طايره بعد كده يبتدي يبقى 2 دي زي يعني كانه الحاجه كده يعني كأنه حاجه على شاشه مثلا مم. بعد كده يبقى 3 دي كانه مم. مسرح يعني مم. يبقى حد قاعد مم. موجود 3 دي ده انت بتلعبه يعني انت بتلعبه يعني انت تجيبه وتمشيه جبته وعرفتش تمشيه بقى اه قاعد بقى معاك الشاشه قعدت لزقت في البيت مش الشاشه بقى ده مسرح ده كمان أوه. قاعد مجسم فده دي من من الحاجات اللي هي نسميها ضريبه الخيال الزياده آه آه. لانه انا مثلا من الشخصيه طب بقى خلينا نخش على الموضوع اللي بعده محروس انا كنت لك انا محروس عارفه محروس مم. كنت عملت ايه مم. محروس ده قعد 20 ساعه يتكلم مع شخصيات حوالينا 20 ساعة مم. هو محروس بيتكلم بيتكلم الشخصيات محروس الصعلوك الصعلوك آه. وانا بتفرج عليهم في ايه يا خالد انت عايز يعني انا قصدي انا قصدي ان انا, أنا, أنا ببقى على التجارب التجارب الحياتية او الشخص. صعبه علشان كده علشان مم. انا بمارس نوع من التدريبات والشغل وبغامر واستعد ان انا اخش مع نفسي في حاجات تخوف واجتازها وده اللي بيخلي الشخص يعني عشان اوصل لمحروس يبقى الشخص اللي له استقلاليه تامه ده مم. ويتكلم انا كنت ده دي المره الوحيده اللي انا بقيت فيها ابقى مش عارف بالظبط هقول ايه جوه المشهد طيب اديني مونولوج مهم قوي المحروس ده لانه يعني هممني انا جدا مونولوج مونولوج الناس تفهم منه احنا بنتكلم عن ايه في الـ في, الـ في المسلسل اه في الوقت آه ده لما, لما 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 دخلت على الاستاذ حسن حسني اول مره اه بقابله اه المفروض ان هو داخل اول حاجه خايف منه جدا اه وتاني حاجه يعني يعني عايز اللقاء يخلص ويمشي والمفروض انه ما يتكلمش كتير لان الراجل كمان بيقول له ما بحبش نتكلم كتير فاول حاجه قررت ان اعملها ان انا هعمل عكس ده بالظبط من كتر ما هو خايف هيتكلم كتير جدا مم. فيقول كده بالظبط فده بس... حتى هم كلهم كانوا مستغربين يعني مم. انت ال... ال... كنت اتفق مع محمد الحناوي مع المؤلف على انه في منطقه ح... الكلام بتاع الحناوي فيها هو كذا 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 البقاطع اللي المهمه قوي وفي النص وإن... انا حامله ده بشخصيه محروس اللي مش مهم الحكايه نفسها. ده كان نفس الناس تبقى ماسكه معاها التكست وهي بتبص على المشهد ده خلينا نشوف. وبشغل ايه بالظبط؟ بشتغل يا باشا. طول عمري بشتغل. بشتغل ايه؟ بشتغل عام. باشا انا بقول سعادتك على يا بشتغل في في بنجمع ها في الغيط يا بشتغل. بشتغلت لو... يا اشتغلت سعادتك مثلا وعلى اللي هو ايام ما كان بقى ايه الواحد تلج بجوه كان الحاج محمد الله يرحمه كان بيجيب الايه الواحد تلج دي و... وتتلف بالخيش ولا قد كده يا باشا باشا انا يعني اقول لسعادتك ايه انا كان في اشتغلت برضه في اللحام بتاع الاكسجين كنت عايز كده سعادتك انا اشتغلت 20 30 شغلانه ده قبل بس ما بعد كده اشتغلت طبعا اشتغلت تباع طيب ده مستور وده شفنا الوين والله اشتغلت باشا اشتغلت كتير اشتغلت عامل يعني أنا ده عمل عباده خلاص أنا فهمت أنا آسف يا باشا على شكلي طبعا رغيت وعكرت مزاج سعادتك ناس بس أنا قلت يعني بسم الله الرحمن الرحيم في المعاملة يبقى إيه يبقى القلب المفتوح وسعادتك يعني فتحت لي ويا ترى بتفهم في كل الشغلانات اللي أنت قلتها دي <applause> يا باشا باشا يعني ما يشكرش في نفسه إلا إبليس بس يعني مش عارف حضرتك إيه أنا أنا ماشي مش على القرش أنا مش على إيه؟ اللي هو إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عمل ان إيه؟ يعني إيه؟ إنه يعني يتقن هو ده يا باشا لكن سعادتك اسأل اسأل بقى إيه؟ أهل هم اللي يقولوا بقى يعني العمل بقى يعني محروس مثلا من لندن لل, 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 لل الحمد لله بل. كل سلف ودين حتى الموهبة ربنا بيديك باليمين علشان تسعد الناس بالشمال دراما تراجيديا كوميديا اكشن مرة زابط مرة صعلوك مرة حرامي مرة رجل اعمال لون وشك ألف مرة المهم الناس تنبسط المهم يخرجوا ناسيين الهموم بس فاكرين انهم لسه عايشين. انا كنت مرعوب ان انا أتنايل احبك. كده رضا. احكي لي عن التجربه دي بسرعه. مم. دي تجربه أحبها جدا. كنا اشتغلنا قبل كده ظرف طارق آه وكررت و... بقى التجربه مع احمد حلمي طبعا احمد مم. يعني الشغل معاه جميل جدا مم. و و... واحمد نادر جلال طبعا مم. برضو مخرج جميل فالشغل بمنتهى السلاسه مم. ولكن في نفس الوقت بمنتهى الدقه مم. يعني يعني احنا عارفين كويس قوي هنعمل ايه بس شكل الموضوع كانه مش قاصدين حاجه يعني مم. وانا بحب الدماغ الرايق قوي في الشغل دي مم. ف لغايه ما جينا المشهد اللي هو الراقص عدى نقترح حاجات وفكر في حاجات وفي يوم ده قلت أه، لهم كان قبلها اقتراحات على المشهد ده وقالوا لي بس كتيره يعني كان فيها حاجات اوفر شويه يعني هتزود الخيال هيبقى هيبقى مش يعني فمبقتش فاهم هم بالظبط قصدهم ايه بعد افكر كده شويه أه يعني امزج او اوصل لحل وسط ما بين الحاجات اللي انا كنت وبين اللي هم بيقولوه ولا رايح فجاه لقيت نفسي مطفي العربيه وقعدت اضحك جدا علشان يعني وقفت التسجيل وقعدت اضحك وركنت من الضحك تخيلت الشغل والمشهد مش كده بالظبط بس تخيلت ان هو الروح كده او المود ده هيبقى كده فقلت ايه هقول لهم ده النهارده فطلبت قلت لهم تعالوا نقعد بقى لوحدنا شويه كده ورحت ايه قايم قلت له اتخلى وانا بقيتوا بالضحك طبعا على اول حاجه وبعدين بدا كل واحد بقى يزود مم. كلمه من عنده او فكره من عنده لما جينا بقى عملناها في الـ في الـ كنا مست... كنا مبسوطين بيها جدا جدا مم. طبعا واتعمل عليها شغل كتير في الانترنت عايزك تقول الحاجه اللي انت بتحسها لما بتشوف ندى ومش قادر تقولها <applause> ممكن اقول اقول عارفه احلى حاجه فيكي ايه انك تساوي عنين بتيجي في قمر ده اللي تتساوي بيه بي. انا, أنا. يلا يلا معايا قلنا يلا <applause> ان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله ده كتير عليا الحب ده والله حتى يعطل من كده ايه طب يلا, يلّا موت ان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله نقلة تانية لخالد الصاوي في الفرح. إيه الشخصية دي؟ الفرح بحبه أوي. الفرح ده من الحاجات اللي قربتني ل... ل... لقطاعات أنا ما مكان... كنت كان نفسي أوصل لهم وأدواري حاجز. يعني الأدوار بتاعتي كلها مع إنه أنا شغلي في المسرح في المسرحيات بتاعت كان في دايما المنحى الشعبي ده آه بس عايز اوصل له قوي بس ما كانش مش واصل المعاريض القاعده مش عريضه اللي بتجيل فأول في اول يوم اول يوم هنصور آه فيه عملنا كام مشهد كده وروحت بالليل قلت لهم كلمتهم بقى في التليفون الهستيريا عيلت والوسواس بقى انا اسف والشغل وحش انا عارف ان انا مع انا ما دخلش في شغلهم خالص بس يعني انا عارف ان انا ما كنت وحش قوي وانتم ما بتقولوش بس وانا مستعد ان انا اعيد اليوم يا ده يا على الهس اللي انت فيه اه, آه مستعد اعيد وشوفوا لو انتوا عايزين انا اخش بالتكلفه فيه لانه طبعا يوم مكلف وانا لسه لسه يعني برضو كانت يعني, يعني كان لسه الاجر لسه برضو في الاوائل انما اي حاجه غير ان هو ايه ده يا عم مفيش حاجه وسامح قال لي انت بتشك فيا مش احنا عاملين شغل قبل كده مع بعض قلت له ما بشكش فيك انا بس بشك في نفسي وبتاع مم. اني بقى يوم ده اللي هو كان فيه ايه؟ المشاهد على السطوح وبتاع يعني آه. يعني يوم كويس يعني آه. في الاخر بس آه عشان كده انا بقيت حتى اسيب الناس بعد كده ما آه بقتش خالص يعني ما بقتش اقول للمخرج مثلا ممكن آه عيد تاني دي وبتاع بطلتها هو شايفك لما انت واثق فيه هو من الاول وخلصنا بالتدريج بقى يعني آه. بعدها بسنتين ثلاثه خلاص بقيت دلوقتي حتى بقى فتره ولا اتفرج على مونيتور ولا أوه. بطلب الاعاده صح. الا للحاجات اللي هي الامانه مم. العلميه مم. مثلا يعني انا قلت الجمله غلط اه بس رجعني. مين اللي عمل ديزاين الرقصة إيه احمد عبدالله الله قلت لي قال لي اجيب لك حد بيرقص بالعصايه بالعصايه وبالسنجه وبالمش عارف ايه وفضل مكشوف وقلت له يعني توريني يا ابني الشغل راجل اصله يعني يعني فاخدته على جنبه قلت له طب انت بتضرب ايه عشان يعني نجيبهولك يعني بتعمل ايه؟ فك بقى بس لغايه ما قعدنا هزرنا ومش ايه وفي الاخر عملنا ال... يعني شفت الاول التكنيك بتاعه وقعدت اتفرجت شويه على ناس دماغه بتبقى يعني اهم حاجه انا بالنسبه لي في اي شخصيه لا. مش المهارات بس يعني مش الشخصيه بالنسبه لي اعرف ان انا هعرف اعملها م. لما اتمرن عليها دي الناحيه المهاريه م. انك يعني انك اه. تقلد واحد م. من بيئه تانية ده في حد ذاته ما يخليكش تبقى ممثل اه. ده ممكن تبقى مقلد كويس صحيح برافو عليك انما ده مهم. اه ده, ده انما انك انت تعرف روحه ايه وبرده ده ما يخليكش برضه تبقى الممثل كويس م. انما تعرف روحه ايه اسبابه ايه وبرضه ما تبقى بس كويس اللي هتبقى بس كويس لما تهضم ده كله وتبقى انت حاطط نفسك مكانه بس انت فاهم انه مش انك انت مش هو, مش هو. انما براعي اسبابه ده برجل هو إيه؟ بتاع خالد الصاوي بالظبط إيه كانك محامي أوه. للكاركتر ده thank you الجزيرة بص الشغل بقى مع الأستاذ شريف عارفة أنا بالنسبة لي مم. يعني ليلة تاني مزاج ها. تاني خالص آه عشان كمان بحب أتفرج عليه وهو بيشتغل يعني أحب أتفرج عليه وهو بيشتغل إيه مش مش بالذات حاجة تكنيكال يعني مش مهم إنه بيحط عدسة كام بيركب كام مش مش ده بس آه تكوين الـ الـ الموضوع يعني أنا بشوفه الأول وهو عشان احنا اشتغلنا في في الجزيره واحد وحصل علاقه كويسه قوي آه بينا آه فنيه وانسانيه فبقى عنده ثقه فيا انه في الجزيره اثنين يعمل معايا قعده كده من الاول ويقول لي ايه شايف الموضوع ازاي قبل ما يبقى كامل فبشوف الاول اللي في دماغه وبعدين اشوف النسخ اللي في السيناريو تلاقي نسخه واحد اثنين ثلاثه سته ثمانيه يعني طول الوقت تعديلات على طول مم. هو حيوي قوي ف ف بعد كده مثلا قاعد معاكي قاعدة في السيناريو قلت حاجات كويسه ياخد نوت مش بالضروره بالظبط هيقول نفس الحاجات م. انما خد نوت هو وعمل حاجه ثانيه آه قربت المسافات م. او فهم اللي في دماغي خد الروح الفكره م. وقال لي اه مثلا كل ده بقى مش عايزينه بس الحته م. الفلانيه وكده آه اشوفه بعد كده وهو بيتعامل حتى مع تكبير وتصغير الادوار يعني عمل دور ولقاه لما لما اشتغلنا عليه فهو الشغل بتاعه هو بالظبط بيعمل بتوسع وب... ب... 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 اللي انا كنت بعمله مم. على نطاق ضيق ومحدود في المسرح ان انا أقعد اجرب الحاجه مم. واشيل واحط فيها لغايه ما تستوي مم. واحط شغل الممثل يتو... يعني دوره هيكبر او هيصغر على حسب ادائه وعلى حسب فاهم قصدي؟ فشفت ده بقى وهو بيعمله على مستوى اكتر احترافيه واكتر خبره وتوسع في السينما مم. وده خطر لان السينما مكلفه جدا اه فانت بتعمل ده في بروفا انت بتعمل ده على فاهم؟ و جزيرة اتنين كانت النقطة الأولانية المشكلة فيها إن إحنا بنبدأ نعمل لازم أستدعي نفس الكاركتر بس عدى وقت حاجة دي صعبة دي؟ لو أنت في النص عملت أعمال كتيرة قوي وكان كانت فيها فرايتي ولا بتقدر تستنيها؟ لا مش الصعب إن أنا أرجع لنفس الكاركتر بس الصعب إنه وقد مر عليه آه. وقت وحدث جواه آه. إيه؟ هي دي اللي صعبة. هيبان ده في الورق ولا لأ؟ وكمان إن أنا هعمل شخصية أنا في الحقيقة كنت 180 درجة عكسها. يعني يعني في مم. الحقيقه انا كنت الناس اللي بره اللي بيهتفوا مش كنتش جوه بس كان عندي التحدي ده مم. انه انا لا المره دي لازم اعمل زي ما عندي التحديات قبل كده ان انا اعمل شخصيات ماليش علاقه بيها في الحياه يعني مم. زي, زي عوبيه او زي, زي كباريه او زي بتاع ماليش علاقه بيه مم. انما في نفس الوقت لازم يبقى ليا علاقه بيه بنفسيته امم ايوه فايه الشعره اللي هجيبها او ايه الحته اللي هغزل عليها علشان اشوف ايه المشترك اللي بيني وبين الشخصيه لا تشبت ولا تنتهم يا منصور نفسي اعمل التنين والله يا اخويا والله تبقى طيب ريحتني انا شفت صورتك في الجرنال منور صعبت علي قلت اجي افك سجنك ما يحسش بمرار المسجون غير اللي في شاشه زيك لا انا مش زيك يا منصور انا بريء انما انت اعدام مع الرأس. ليه؟ مش قتلت المتظاهرين بتوع الثورة؟ <applause> واللي هجم الاقسام يبقى متظاهرين برضه؟ انت على كده بقى تبقى بطل يا منصور ايه انا بطل والنظام القديم هو اللي لفق التهم دي عشان كنت معارض <applause> لا حلو حلو يا سي منصور مش عايز ترجع بطل زيك؟ اخلص يا منصور عايز ايه؟ انا جاي اسلمك اكبر كمية مخدرات في تاريخ مصر عملية من بتوع زمان ترجعك بطل وهتسلم لي كل المخدرات دي ليه؟ توت لا سمح الله اللي حصل لك ده نقطه في بحر يا دي بيه ما تقلقش الخير كتير بس كله بتمن. الداخليه تخلص لي من اللي هيبقى عندك تصرفوني بمعرفتك حبايبك اللي زي حالاتي كتير اه انسى اللي فات يا منصور انا بكلمك على اللي جاي لا اللي جاي ملوش كتالوج بس الاكيد ان الدخلية براها كمان اللي هسلمها لك هترجعك الداخليه مرفوع الراس لا يا حبيبي الناس اللي عملت ثوره على الامن الوحش هي اللي بكره هترجعنا مرفوعين الراس لما تجرب الامن الحلو انت انت دلوقتي عايش مين داخل بعد ربع رو... كده تعمل مين لسه احنا حضر بنحضر المسلسل وتراب الماس المفروض و و, و... اه يعني ايه بقى اللي هنخش وايه اللي هيبدا وايه اللي هيتاجل وايه اللي مش ه... يعني فاهم قصدي آه بس ده وهكمل البرنامج بتاع كلمه حق. ده الشغل بتاعي انت حاسس انك ممثل مهم قوي؟ تواضع بقى واعمل لا لا لي بقيت أصفور بقيت الوغرق. لا 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 بقيت م. بقيت عندي مسؤوليه كمان كبيره يعني م. لما الناس دلوقتي بتبدا تكلمني على إنه هو انت موصل تمثلنا او تمثل بلدنا. او بتاع فبقيت حاسس ان انا اه الحمد لله ان ده واحد من احلامي والحمد لله ان انا ابتديت املاه وعليا ان انا ابقى فاهمه ومستوعبه اعمله مش ان انا اتمنظر بيه مش هتمنظر بيه ومش ان انا اخد مزاياه بس يعني يعني فكره ان هو آه بقيت مهم طب بقيت مهم ده له اماره م. الاماره انك تطلع شغل كمان مهم مش مم. انك انت هتفضل مهم بمعنى عن الشغل مم. فلا بالعكس حاسس اه انه طبعا بقيت مهم الحمد لله بس 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 يعني مش بقى, اللي, بقى اللي تحت وده بيحط عليا مسؤوليه اكتر يعني لا هو بيحط عليا هموم الناس اكتر ما بين همومي انا، يعني مم. يعني انا همومي دلوقتي لا يمكن اتخيلها بعيدا عن هموم الناس، نعم. فلازم امزجهم مع بعض لان انا كمان مش هقدم هموم الناس كما لو كان انا براها، مم. لانه طبعا اللي بتطلبه وتطالب بيه بشكل عام له 100 طريقه ان هو يطلع، مم. وبنقوله بنحاول ان احنا نعمله طول الوقت، انما اللي مسكوت عنه واللي زي شخصيه الصعلوك مثلا، ده كان بالنسبه لي مهم قوي. طيب عايزه اطمن الناس عليه انا الحمد لله خفيت الحمد انا لله. بقيت زي الفل الحمد الله لله الله الف لله الحمد لله الحمد لله بفضل وبرق. الحمد لله الحمد لله يعني طبعا وبشكر كل الناس اللي كانت بتدعي لي كل يوم بصدق يعني انا انا ما صدقتش كم الحب ده اللي هو لله لله الا يعني بجد كان حاجه مؤثره جدا 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 ليا ان هو كل الناس دي تبقى أه بجد بتحبني بصدق الحمد, الحمد لله, لله. آه. واشكرهم واخر تحاليل ليا تمام ما شاء الله وهزمنا برافو <applause> الفيروس برافو عليك. الحمد لله انا مبسوطه جدا ان انا آه اذا, إذا عرفنا ان احنا النهارده نبين لبعض الشباب الصغير اللي لسه بيتحسس طريقه النوعيه دي من البشر ممكن تبقى ازاي ويبقى دماغه عامله ازاي ويبقى صاحي للدنيا ازاي وبيجيبها من خناقها كده علشان يعني ينتصر عليها في كل الوانها واشكالها آه، نبقى نجحنا انت آه، علامه فارقه في تاريخ الـ الـ السينما والفن في مصر آه، انا فخورة عليك. ان انا اعرفك من وانت مش صغير أوي احنا <applause> الفرق مش كبير بس بعتبر اني بعرفك من وانت صغير لانه الاهل <applause> احبابي يعني آه، فخورة انك انت ممثل مصري وفنان مصري بشكل عام بشكرك انك نورتنا ومستنيين شغل على ميه بيضه ان شاء الله ان شاء الله السنه اللي جايه ان شاء الله انا متشكر جدا وقد امتلأت بالسعاده الحمد لله يا حبيبي انت وجودك الله يخليك نورتنا شكرا ميرسي جدا